السلام عليكم. بسبب أنه هذا الفيديو يتضمن مقاطع لمغاربة يتكلمون بالدارجة، هذاك الشيء علاش غادي نهضر حتى أنا بالدارجة، لأنهم شخصيات مغربية. فأنا ديك تنتذكر السيدة اللي بلاتي نخليو هذا، في أواخر التسعينات عاقل كنت بغادي ندخل في الثانوية، وجيت معطل. العساس ذاك الحارس قال لي يعني ممنوع راك تعطلتي بزاف، وانا شفت من الباب واحد البنت يلا دخلات، وقلت ليه راه هي يلا داخله. هو يضحك وقال لي ما عارفش مول المشقوق ديما الفوق ومول المدلي اللي غيولي. فهو يعني قال لي هذا المثل، ومن بعد خلاني ندخل. من تما وانا حافظ هذا المثل، والمعنى ديالو انه هناك تمييز، وهناك يعني كاين امتياز عند البنت على الولد، وهذا تلاحظوه في المجتمع. ولكن من تسمعهم تسمع يعني البنات تيهضروا، تتبقى تقول لك مجتمع ذكوري، يعني حنايا مظلومات. وهنا نسمعوا دابا الصحفي حميد المهداوي، وهو يعني صحفي شجاع في مجاله، وانا اتابعه يعني تنتابعه من القديم اللي يلاه بدا. ولكن فيما ملي تيتعلق الامر بشي امراه تيولي مسكين ظريف ودرويش. يعني كان واحد التدخل ديالها شوية عنيف، وأنا غنقول لكم المغاربة أولا غتسمحوا لي ما غندوزكمش هاد المقاطع. وخا ما غاديش تدوزهم انت، حنايا غادي نشوفوهم. يعني الأغلبية راه شافوها تتهضر بطريقة بحال شي مشرم لا تدوي. وهذا هو مثال ديال يعني المرأة سترونغ اندبندنت، وحتى يعني هي ابنة سترونغ اندبندنت، يعني الذي يعرف اللي تعرف يعني الوالدة ديالها راه عارف على ايش تنهضر. فبالتالي يعني شكون اللي غادي يقدر يوقف يعني قدام هاد السيدة هاد المرأة؟ ومال دين امكم؟ فين تتكونوا ملي هادي 30 عام والجزائر كتفتن المغرب، والصحفيين الكلاب ما قالولهاش لا لي الفتنه؟ خاص هادو الدين امهم الحبس المعيار. انش كون راجل بهادوك ديال النحاس اللي بتقول عليه الست ده. يعني كلام منحط يعني بينات المستوى ديالها، وهذا يعني السبب ديالو على ما تيبان ليا انها يعني ولات تطل دابا في الـ40، يعني ارتطمت بالحائط، تبعات هذوك الاحلام ديالها انها تكون قويه. هما تيسحب ليهم انه حنايا تنشوفوهم يعني كما هما تيشوفونا دابا. حنا تنشوفو البنت، هذاك الشيء اللي تيتيرونا حنايا ما دخلش فيهم قرايتها والشهادات ديالها ودكتوراه ولا ماشي دكتوراه. وهذا هما تيسحب ليهم ان يعني، ولكن هما العكس، هما تيشوفو فينا يعني المكانه الاجتماعيه، اش تدير خدمتك، وهذه اول حاجه تسولك عليها هي المهنه، وتشوف اللباس ديالك، وتشوف واش عندك شي سياره ولا لا. فهي تسحب ليها وراح حتى حنا تنشوفوهم هكاك. فبالتالي تتبقى هي تابعه قرايه، وتابعه خصها تحقق هذا، وتتقول بان زعما غادي كل ما طلعت كل ما غادي يمكن ليا غادي ناخذ شي راجل حتى هو الفوق. فبالتالي تتصدم مسكينه، تلقى راسها بوحدها بحال دابا هادي ميسا، يعني دابا وصلت للـ40 وباقي عايشه بوحدها بدون رجل. هادشي علاش ولات دابا هي كانت لابسه الحجاب، يعني في البدايه ديالها كانت لابسه الحجاب باش تجوج ولا ماشي باش تجوج، حنا ما عارفينش. ولكن تنشوفوا انها حيداته من بعد، لانها صافي وصلت لديك ديك الرهاج ديال العنوسه. ما عندها ما تخسر دابا، لعب الكل في الكل، لعل وعسى يجيها شي بيطه. نكملوا مع السي المهداوي اللي ما بغاش يورينا الفيديو، لانه فيها عنف شويه مبالغ فيه. ثانيا ما نبانش انا ما باغيش نحرض عليها. حنا ديال البديل عندنا هذه الفلسفه، يتفقوا معنا ولا يختلفوا لنا شغلهم هذاك. حنا كنتصلوا للمراه، كان فيما تبان لينا شي مراه مغربيه في شي قنت ولا في شي قطاع كنوقفوا معاها بشكل تلقائي. علاش؟ القناعه الاساسيه هو ان المراه نصف مزيانين، اذا كنامنوا ان الاستثمار خصو يكون في المراه. لهذا قاسم امين نهار للمراه نصف المجتمع او الدعم ديالو، فكان دعم حقيقي. لهذا فيما كنشوفوا شي صوت نسائي كنازرو كنسارعوا نازرو انطلاقا من هذه واحد الجمله استفزت. اذا هذا هو الحل ديال السيمبات، ولاسباب اسباب متعدده تخليهم
يكونوا بحال هكا، يا اما تيكون هو الاغلبيه، اغلبيه فهم بلو بيل. ثم كاين اسباب اخرى، دابا الان ولاو انتشروا بزاف ابناء مطلقات، وهذا من الاسباب انه تتكبر امراه هي اللي تربيه على حد تشوفها هي اعلى منه، هي اللي كاينه في البيت، هي اعلى اعلى وحده كاين في البيت هي تتحكم. واخا يكون مثلا كاين راجل في البيت، ولكن هو الراجل حتى هو مسكين من باطح ليها وهي اللي تتحكم، فكذلك تيخرج الدري عاوتاني مسكين من باطح البنات. فمسألة كاينه مسألة وراثة، والإرث مش دخلش فيه الجينات. يعني كنت ناقشت مع واحد الدري فسميتو واحد الفيديو ديال فكر النخبة، من قلتها هو اعترض، راه مسألة ديال الإرث ما تدخلش فيه الجينات فقط، حتى الشخصية وحتى السلوك إلا بحثتي غادي تلقى هي يعني تدوز هناك مثلا أشياء تمر يعني بالجينات، الشجاعة وهذه، ولكن من بعد يا إما تتعزز يا إما غادي تفقدها، يفقدها ديك الولد. مثلا واحد الأب ديالو مثلا هو نقولوا هو هولاكو، ولكن ولد يعني ولد هذاك الولد مع امراه، ومشات ديك المراه بيه لشي مدينه اخرى ورباتو هي، فبالتالي غادي يفقد كاع ديك الشجاعه. ولكن كون تربى معاه تيكون شكل اخر. وكذلك مثلا في القصه ديال موسى عليه السلام، ملي كبروا فرعون وكبر مع الفراعنه، فهو كبر عنده ديك القوه وديك الهيبه ديال الفراعنه، لانه تياخذها تيورث هذيك المسائل، تيشوف الاب هو اللي مسيطر، هو القائد في البيت، فبالتالي هو تيكون عنده ديك تتعلمهم. فهذا هو ارث، حتى هو ارث ماشي تتورث غير الجينات والمال والعلم، العلم حتى هو ارث مثلا، وهاد الاخلاق حتى هي ارث. داكشي تتشوف الوالد ديالك تيديرو راك تتعلمو منه، تتعتبر بانه ارث ثقافي واخلاقي الى غير ذلك. فهاد الشخص اللي تيبان في الصورة هو هذا ام سي طالب معروف، وهذا هو السبب اللي خلى المهداوي يتكلم، لانه جبدو، وكون ما تكلمش هذا، كون ما جبدوش ما غاديش يهضر المهداوي. المهداوي صافي دوزها ليها، علاش؟ لانها امرأة. صراحة في الواتساب صيفط لي قال لي حميد، قال لي من كان الشجر خرجتي كتقول له مالك كتصوت في الصحفيين، قال لي ومن جات هاد السيدة، قال لي وما في الشجر. انا شفت الفيديو ديالو راه بهدلو، ماشي غير هضر، فهمتي؟ باش للتوضيح، يعني هاجمو بكل قوة، ولكن كما شفتوا الفيديو ديال سلامة تتسب تتعرق تقول لهم الكلاب والشمايت، وسكت وقال اه مرا مسكينة ما عفطوش عليها. مابقاش قال لي موقفك غير سليم السي حميد، بصح حرجني وخصني نوضح له ونوضح لبعض الناس علاش هضرت على الشجر وهضرت. انا ما بغيتش نهضر على هذه السيدة، لان الفيديو انا شفتو هذه شي 3 ايام، انطلاقا من هذه الفكرة انها مرأة زلقت وكذا، ما نبغيش نبرك فيها، هذه هي خلفيتي، وما بغيتش نهضر عليها عاوتاني، كنت كنعتقد غادي تسحب الفيديو ولا غتعتذر، علما انها النهار اللي درت معاها واحد الفيديو ما عجبهاش الفكره هاد السيده، وضد هي قالت لي حيد لي الفيديو ما عجبنيش الشكل. اذا هي مع اش من شكلها، هي ما عجبهاش، ما يعني هي استخدماتك، فهمتي؟ خدماتك انتيا، حيت انت اعلى منها في المشاهدات وفي لي زابوني، خدماتك انتيا، دارت معاك الفيديو وربحات منه لي زابوني، ولكن ما بغاتكش انت تبقى تسترزق منه، صافي حيد هذاك باش انت ما تطلعش على ظهرها. فالمسألة كانت واضحة، صافي تراجع مع الحال وقلبت عليك قالت لك طيرو. حد في الفيديوهات، ولكن هذا ما تحذفش رغم ان الصورة قاصحة. امين. والفيديو راه باقي في القناة ديالها الى يومنا هذا، يعني بعد شهر من المهاجمة، وكانت هي يعني السبب ديال ديك الفيديو على سميتو الماتش ديال المغرب والجزائر، وكان هذاك هو السبب. وقيل الغد ليه دارت الفيديو، بدات ديك الهجوم على كل من يقول خاوه خاوه، فبقات عليهم بالسبان كما شفتو. هنايا حميد المهداوي عاوتاني مره اخرى ما فهمش علاش كاين هاد الميز، كما هو مكتوب في العنوان قانون المديمي وقانون الصحافيين وقانون الزفزافي وقانون أمينة حيدر. فهادو اللي ذكر كاملين راهم رجال، والاخرى أمينة حيدر راها امرأة. وكنت كتبت ليه هنايا فيديو، كتبت ليه تعليق باش يفهم بأن مسألة النسوية اللي ولات دايرة هاد العنصرية هادي، وأنه كاينة
كاين امتياز عند المرأة تقول ما بغات. حنا دابا تنشوفوا غير في التعليقات يعني في الفيسبوك، تلقى بأنه البنات عندهم شجاعة أكثر في يقولوا اللي بغاو، من واحد الناحية أنها عارفة الدراري ما فيهمش ديك السيني كثرة السينيالات، وحنايا عارفين بأن البنات فيهم كثرة السينيالات، يعني تتناقش معاك وفي نفس الوقت تدير لك سينيال، فهمتي، تضربك في ظهرك، معروفة عندهم، وخصوصا عند العرب. فعند الكور راك تهضر بحرية ماشي مشكل. ادخل دابا لشي فيديو ديال الريد بيل، ديال شي واحد تيهضر بفرنسية فرانكوفون ولا انجلوفون، وشوف التعليقات، تلقى ألف تعليق تيهضروا بجميع الكلمات اللي حنا تنخافوا نقولوهم وما تيقولوهم عادي، تيقولوا فيمينيزم، تيقولوا بورنوغرافي، تيقولوا هادي، تيقول اي كلمة انت ما تخاف تيقول السبان، وهذا كل شيء مكتوب قدامك، تلقى ما كاين. انت اذا تلقى بانه ما بقاش مسموح لك انه تعلق ولا علقتي تتخفى ولا تمشي في الفلتر، يعني كاينه رقابه شديده على العرب علينا حنايا، والسبب هو هاد المسخوطات اللي حنا عايشين معاهم. السينيال 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 صافي، فيها واحد ما واحد الخبت، ما عندهاش تقبل الراي الاخر، ما تقبلش انك تقول شي حاجه ضدها مثلا، ولا ضد، واخا انت ما عايرتيها ما والو، تقول مثلا غير شي حاجه على الزواج، ضد الزواج ولا ما غاديش نتزوج، تتكرهك لانه هي مصلحتها في مصلحتها في الزواج، فايوا عندها مكتسبات في الزواج، كيفاش انت تجي تقول؟ فهي تدير لك السينيال. والمساله بحال اللي قلتي القضيه ديال السحر، حتى هو تتلقاه منتشر عندنا حنا العرب، وما منتشرش عند الغرب، لان هادو خبيتات ديالنا حنا، خبيتات بزاف ومعروف عليهم تيضربوا في الظهر. فبالتالي الراجل ولا مسكين، يعني تقلموا ليه الاظافر، فهمتي، حيدوا ليه الاظافر ولا دريويش، يعني فهاد التواخر غادي يكثروا بزاف هاد اللطيفين، هاد نايس جاي كثروا بزاف، لانه ديما عنده تيحسب الكلمه، تيحسب ليها ألف حساب. سي ناتو حيدر، مواطنه مغربيه، سمحوا لي نقولها بمنتهى الالم، تكرفصت علينا هي وعدد من المرافقين ديالها، وتكرفصت على التراب المغربي، وتكرفصت على بعض رجال ديال السلطه المغربيه، وهذا هو اللي ضرنا بزاف، هو انها بالصوت وبالصوره كتكرفص على السلطات المغربيه دون ان يطالها القانون. بالنسبه وسير سير شي راجل يدير داك الشيء اللي دارته هي، وشوف شنو غادي يوقع ليه. فديما الراجل تيبقى مسكين ضارب الحساب، وهذا يعني اللي تفكرت دابا يا سميتو، هذيك سيليا في حراك الريف كانت حتى هي تعتقلات، وهي مغنيه ديال الراب وهذا، ومن بعد خرجت بعفو ملكي. سيليا اللي ما تعرفهاش، هذه هي سيليا، وهذه الصفحه ديالها في سميتو ويكيبيديا. فالراجل ديما تيضرب الحساب بانه راه كاين جوج ديال كاين الكيل بمكيالين، راه ماشي بحال يعني، ما تغوتش. ولا شفتو مثلا في هذيك الاحتجاجات ديال ضد الجواز ديال التلقيح، واحتجاجات ضد هذا الشيء، تتلقى بانه عيالات تيهضروا يعني بشجاعه وهذا. فبالتالي ولاو تيقولوا المراه ولات بألف راجل، الراجل راه ساكت غير لانه عارف بانه كاين ميز، فهمتي، عارف بانه راه ماشي بحال راه هي ما يشدوهاش انت يشدوك، هي ما غاديش تبات انت تبات، هي غادي الا كانت مثلا شي عقوبه سجنيه هي عندها النصف ديال العقوبه، انت الزفزافي 20 عام سيليا تخرج بعفو ملكي مثلا. فبالتالي الراجل تيضرب الحساب وما تيغوات. الا كنتو شفتو وحده كانت دايره الحجاب وتهضر مع يعني جوج ديال الضباط وكاينين الشرطه، وتيقول ليها اعتقلها، وهي تتغوت تقول ليه بعد مني سير، قال لها البطاقه التعريف، قالت لي ما عنديش، سير بحالك اش بغيتي عندي، يعني هذا كون كان راجل كون تهز مسكين من رجليه وتلاح يدوز فيها الجيور ويدوز عند وكيل الملك، وربما يخلص شي غرامه ولا، لانه غايقولوا ليه انت كذا كذا كمل من راسك. فهذه هي هاد سيليا، رغم انها سميتو، شوف اش تقول هنايا، قالت كاتب الصحفي علي جواد في مقالة له في جريدة الاول ان سليمة، هي سميتها سليمة واختارت داك الاسم ديال سيليا لانه عنده علاقة بالامازيغ،
أحاول، شنو قالت؟ قالت أحاول رغم الصعوبات وسط هذا المجتمع الذكوري أن أفرض نفسي. شكون بنتي، شكون اللي تعرض ليك، ولا شكون اللي هذا المجتمع الذكوري، شكون اللي وقف في طريقك، شكون اللي منعك ديري شي حاجه، شكون اللي انت لابسه اللي بغيتي تتقراي في تتقراي انت بحالك بحال الدري في الخدمه، انت مسبقينك على الدري، وفين هو هذا المجتمع الذكوري هذا اللي تتهضري عليه انت؟ فبالتالي الا ساينتي هما، يعني ساينتي البنات، يعني هما يقولوا لك شي حاجه على الواقع، غتلقى راسك شادي البرد في يديك، غيقلبوا لك كل شيء تيقلبوه لك. بحال مؤخرا وحده فتحت عليا قالت لي راه المراه مضطهده في المغرب، والبوليسي تيوقف غير العيالات، وداكشي كلشي عكس داكشي تنشوفوه تيقلبوه لك نتايا. يعني واحد الخداع كبير كاين فيهم، عمرك ما تنتظر انها تقول لك الحقيقه ولا. نشوفوا السي المهداوي شنو خوات الاخوان ديال الدنيا باطنه. انا عمري في حياتي وانا مارست الصحافه يعني لمده الحمد لله ليست بي يسيره، عمري شي ناس نوضوا الحياة بحال الدنيا باطنه. كتب على سعد المجرد الناس انتقدوه، ما كاينش هذا الجيش لفائده سعد المجرد. واش ما كانت سعد، واش ما كانت الدنيا باطنه اكثر من ما كانت سعد المجرد؟ غريب. انتقد نعمان الحلو ما خلاو ما قالوا في عباد الله. ما كايناش شي جيش الكتروني ولا فيسبوكي ولا شي جيش يعني في شي بلاصه، ما كاينش. واش المكانه ديال الدنيا باطنه اكثر من مكانه الموسيقار نعمان الحلو؟ تهضر على عبد الله العروي قول فيه اللي بغيتي، ما تلقاش ردود افعال. هضر على اخلوش ما تلقاش، هضرنا على البي جي دي، هضرنا على هذه. اغرب مره في حياتي كنلقى سيده يعني ردود الافعال، وبقيت كنشوف راه إذن عاوتاني هو ما يعني ما فهمش الفيلم، وهو هذا الفيلم هذا حتى هو لاعب البطوله ديالو مع السيمبات انهم مرباطحين للبنت، فهو عطى امثله كاع هذوك الاشخاص اللي ذكر مثلا سعد المجرد والشقار واخنوش وعبد الله العروي، هذو كلهم رجال. مقابل شكون؟ مقابل باطمه. اذا فبين بين المعادله ماشي القضيه ما بين انه شنو تدير هو، شنو تيدير هو وشنو تدير هي، وانما هو هادو رجال وهي امراه، فبالتالي كاين انبطاح في السيستم. هذاك الشيء علاش هجموا عليه، ما تقبلوش انه يقول عليه هذيك الهضره ديال علاش هي متابعه في حاله صراح وسميتو واحد اخر يتشد. وهذا هذا هو يعني الفيلم اللي مابغاش يفهم، هو لعب فيه هو تا هو واحد من الابطال ديال السيمبات. نبغي لها نهار واحد دوز الحبس، راه مراه يعني ها كيفاش ما نبغيش ليها نهار واحد دوز الحبس راه مراه؟ كيف شنو المعنى ديال هاد راه مراه؟ تخيل مثلا انا نقول انا ما نبغيش ليه نهار واحد يدوزو في الحبس راه راجل، شنو معنيت هاد الهضره؟ ما عندها حتى شي معنى في يعني في نظر القانون، في نظر منطقيا شنو نفهم انايا بهاد راها امراه؟ فبالتالي يعني المفهوم ولا القواعد اللي عنده في راسه هو انها هي تحاسب مثل الطفل، فهمتي؟ هي تحاسب مثل الطفل، يعني مرفوع عليها القلم، واخا قالت شي حاجه الله يسامح دي غلطات ما نهضرش عليها ما ننتقدهاش، كما هو تجنب انه يهضر على ميسا حتى نغزو امسي طالب على الدواء بالزز، واخا دواء مسكين بدا ولا يستدل بالايات ويستدل ويستنجد بالمالك وهذا. ف يعني واضح انه سيمب كبير. نقول له حميد المهداوي علاش اخويا تهضر على الاشقر وتقول راه كيصوت الصحفيين، وتجي الميسة اللي قالت الله ينعل شد بوكم الصحفيين ما تهضرش عليها؟ كاش غنقول له هذا الشيء عادي وما يتقلق مني حتى شي واحد، حيت لا يعقل وحده خرجات كتقول الله ينعل جدكم الصحفيين والله ينعل جد بو المغاربه، وبقات غير كتفرتت في شي هضره ما فيها ما يتسمع، وقالت شمايش وقالت بزاف ديال الهضره، وحميد المداوي ما يخرجش يهضر عليها. الشقر تحزمتي ليه بربعه ديال الحزامات، وهذه درتي راسك كاع ما سمعتيها اللي جالسه كتعايرنا في الجد والطاسيله والمله وما خلات حتى شي واحد. وكنت خير مثال على هذا الكلام اللي كتقول، ما نمشيوش بعيد وما نبعدوش، شي غير الشيخه تراكس الشطحه ديالها كتحرك ناس وسط الدوله. وهذا يعني كدليل على انه التسنبوب راه كاين من الفوق، فهمتي؟ راه كاين الفوق، كاين الناس بشكل اللي تيحركوا دواليب الدوله راه فيهم تسنبوب، يعني الا طحتي بيدو نتايا مول المدلي راه غادي تكع عليك، ولا طاحت هي راه تيشوفوا ليها
شي تخريجه شي طريق شي سبب باش يتكيسوا عليها. فيعني ما تحاولش يعني تسحب لك انت راه بحال راه ماشي بحال ابن عمي. هي اللي خدات هذه باطمه هنا في الصوره اللي خدات جوج ديال الاوسيمه في العمر. شي واحد خدا جوج ديال الاوسيمه وهذا الشيء علاش يعني نايضين ليه تدافعوا عليها المنبطحين. غير الشطحه ديال الشيخه الطراكس مع احترامي للشيخه كتحرك ناس وسط الدوله وكتخليهم يقولوا ليها اعطينا غير الضوء الخضر نطحنوا لك راجلك السابق. طالب هاد راجلها السابق مالو كيهددها بالموت؟ لا طالب باغي غير يشوف بنتو. ها فيعني الا مشيتي طحتي انت والمدام وكانت مراتك يعني زويونه شي شويه طحتي انت وياها في المحكمه وهذا وعرف بانه راه كاين بزاف ديال المسائل غادي تخضيهم هي بلا فلوس بلا والو فهمتيني. لو وقفتي انت وياها قدام قاضي راه ماشي بحال وقفتي انت وياها قدام وكيل مالك راه ماشي بحال مشاتي عند المحامي راه ماشي بحال الا مشيتي انت عند المحامي. كاين فرق كبير بيناتكم تتلقى بلادنا تتبحلس هي بوحديتو. هذه هي بلادنا الحقره فيها بالعلالي والخيل تشالي. شي حاجه كتحرك بايادي ما قول لي السي المهداوي كاين شي تحراك في البلاد اكثر من هذا ولا التحراك فيه وفيه ولا كان العدل في بلادي مريض الله يشافيه. لهذا غادي نوصيك السي المهداوي بلا ما تبقى تسول هذا السؤال. بغيت غير نشوف دوك الناس اللي كيتحركوا في اوقات معينه شكون اللي كيحركهم في هذه البلاد؟ الله يا ودي السي المهداوي لا انت ضربتي ثلاثه السنوات على دبابه وما عارف شكون كيحركهم. راه كيحركهم تليفون ولا المرقه ولا الزرقه واللي مدصر هاد ميسه حتى كتخرج وتقول بهاد الهضره بوجهها احمر وتسب فما بغات وتسب المغاربه شكون اللي مدصرها؟ راه بزاف على التصاره هذه. مول الكاسكيطه مسكين خانشو غير العباره وخرج اعتذر ناضو تحزموا ليه كاع الجمعيات هذه سبت. وهذا يعني راك تتعرفوا مول الكاسكيطه يعني تكاو عليه ناضوا الجمعيات وداروا كتبوا يعني عارضه وهذا ودفعوها ومشى ربما شي 4 سنين ضربوه ب 4 سنين. فهي هذيك المعيور اللي خرجت حتى شي جمعيه ما هضرات ولا قالت راه خصها تعتذر ولا حتى شي واحد دازت يعني مع انه الفيديو راه مازال لحد الساعه مازال في القناه ديالها في يوتيوب حتى شي واحد ما تكلم عليها. والسبب راه هو النسويه ماشي شي حاجه اخرى. المغاربه وسبت الصحفيه المغاربه بالدين والجد والمله وحتى شي واحد ما هضر عليها ولا تصدى ليها. انا ما فات غير يعني كما تيقولوا من امن العقوبه اساء الادب. فهي يعني ما بقاتش خايفه هي وغيرها تلقاها يعني واحد شوف هي كيفاش تتهضر معك مثلا شي مراه في الشارع ولا كيفاش تهاجم من الراجل في العالم كامل ماشي عندنا حنا ولا في اوروبا ولا هذا تتلقى تهضر يعني بحال تقول شي لابؤه تتهجم عليك باغا تضربك وتعايرك وتسبك وباغا تدفع عليك تتشوف بان كل شيء داك الشيء استحقاقي يعني استحقاقي من حقها انها دير لك داك الشيء كامل وماشي من حقك انت تجاوبها غير باش تجاوبها ماشي من حقك. وهذا الشيء تلاحظوه حتى في التعليقات ديال الفيسبوك تتهضر معك بسوء الادب وتسبك وتقول ما بقاوش الرجال هاد الكلمه ديال ما بقاوش الرجال ولات عاديه يعني خصك تقبلها صافي هي من حقها تقول ما بقاوش الرجال بقاو هي الشمايت واشباه الرجال وهذا تشبع فيك معيور في التعليق ومين تجاوبها انت هي تقول لك اش هاد سوء الاداب اش هاد انت تستغرب تقول كيفاش هادي واش عندها سكيزوفرين ولا شنو هادشي كامل اللي قالت هي واش ما تتقراهش ولا هي راه تتقراه ولكن هي ما تتسمحش لي ما عندهاش في الكتالوج ديالها انك انت عندك الحق تجاوبها هي خصها تعايرك انت ما تجاوبش الا جاوبتيها فتتولي انت هو الخايب فهمتيها. وهذا هو السبب علاش ولات يسحب ليهم راه المراه بألف رجل ولا راه حيت كلشي ضد الرجل ولا ساكت داخل سوق راسو من المتابعات خايف يقول شي حاجه خايف راه القانون راه ضده خاصو يسكت ولا تيسحب ليهم هما راه شجاعه عندهم هما. وهاد القضيه يعني كملاحظه هاد الاسترناب هذا استرناب يعني تيبغيو يردوه بنادم يكون مواطن يكون ارنب
هذه القضية ملاحظة بزاف عند العرب. إلا لاحظتي في أمريكا مثلا تتلقى الرجل مازال فيه بعد شوية ديال شوية ديال الرجولة، شوية ديال الفيريليتي، ولا راه ما يعني ما يتقبلش بعض الأشياء ولا هذا، تتلقاهم يعني راه عندهم سميتو نسب ديال الإجرام يعني كبيرة، وهذا بخصوص بعض الأحياء معروفة عندهم ولا بعض الولايات. إلا دزتي من الحي راه يتيري فيك، ولا ما ولا ربما تهضر معاه شي طريقة راه يجبد فردي يتيري فيك. ماشي بحالنا حنا مثلا عند العرب، تلقى واحد يعني يا دري باقي شاب يعني مراهق كاع عنده هاز كاتورزا، يعني سكين كبير بالنسبة لشي واحد متبعني متفهمش، يعني واحد جنوية ولا سكين كبير وغادي تيجري في الحي وضرب مثلا أكثر من 10 ديال الأشخاص، وتا شي واحد ما اعترض الطريق ديالو، ولا شي رجال مشاو شدوه ولا ضربوه، كل يعني كل واحد داخل سوق راسو، كل واحد تيقول ما حدو ما قربش ليا، ولا كاع يقرب ليه تلقاه ما تيدافعش على نفسه. فبالتالي ولا هذا الأرنب ولا هذا الإنسان لطيف ودرويش وما باغيش، حتى أنه تتلقى مثلا في عائلته مثلا مرتو ولا خواتاته ولا هادو تيقولوا اه خرج دير شي حاجه، وما عارفينش هما بانه الراجل يعني تمارس عليه هاد الاسترناب هذا ولا هاد التأنيت، يريدون تأنيته، هو نوع يعني اخصاء معنوي، فهمتي؟ اخصاء معنوي. اللي بغى يشوف مثلا واحد الفيديو سميتو تدجين الرجال في قناة ريد بيل ارابيك ديال كوتش كريم، يشوف هذوك المسائل اللي تيتعرض لها الرجل، والتدجين يعني تدجين معنوي وتدجين مادي، فهو يعني فيديو مفيد جدا. فقلت بانه الرجل مثلا في امريكا ولا في روسيا، سير لروسيا مثلا راه بحال غادي تدبز مع الدب، تلقى مازال فيه ديك مازال التستوستيرون حاضر يعني كرجل. فبالتالي يعني في هذا الوقت دابا اللي ولينا ولا الراجل مخصي، فبالتالي عند البنات مثلا الى نرجعوا مثلا نشوفوا من زاويه ديال الريد بيل، فولات قيمه عند البيد بوي. حنا تنقولوا بانه البنت تميل لصاحب الطبع البيد بوي، لماذا؟ لانه فيه رجوله، فيه اقدام، فيه يعني مبادره ما تنتظرهاش هي يعني تفاجئها، وهادشي هاد المسائل كامله هي فطريا تتبغيها، وعاد زيد عليها انه تتحس معها بالامان والمهم انا ما محضرش هاد النقط كاملين، وراك عرفتوهم نتوما شنو علاش تتفضل البيض بوي. وهذا دابا في هاد الوقت هذا غيولي تتولي عنده قيمه، هاد الرجل اللي فيه هاد الفيريليتي هاد اللي فيه الذكوريه تولي عنده قيمه. علاش؟ لانه تولي يعني معدن نادر بحال شي جوهره. داكشي علاش تتلقى مثلا في اوروبا ولا هادي تتمشي مع واحد كحل، وحده اوروبيه تمشي مع، باقى فيه بعدا فيه هذيك الرجوله، باقى فيه الريحه، حتى الريحه ديال الجسم ديالو باقا تتشمها، الاخر ما بقاتش الريحه ديك الفيرومون ما بقاتش تشمها فيه كرجل، يعني لا يثيرها حتى يعني بديك الطريقه الغريزيه القديمه اللي كانت عند الحيوان اللي كانت عندنا، ما بقاتش مابقاش الرجل داير العطور وهذا داير المكياج، فهي باغا واحد يكون حرش يكون تشم فيه ريحه رجل، فهمتي؟ سول السي شاكيب بن موسى، والسي شاكيب بن موسى دابا هادي هاد ميسى سلامه الناجي اللي اختاريتي مع المؤثرين، ها هي كتسب المغاربه والصحفيين، واش دابا هذا اسلوب ديال وحده يختارها بنادم من المؤثرين اللي غادي يشرفوا على النموذج التنموي؟ دابا انت حسنتي الاختيار من اللي اختاريتي ميسى اللي كتهضر بهذا الاسلوب، صافي راه بان من الاول العربون، من الاول بان العربون ديال هذا النموذج التنموي من اللي كتصرف عليه الحرباء وغيرها وغير غيرها. بغيت نعرف السي بن موسى، واش السي شاكيب بن موسى شنو هو؟ شاكيب بن موسى حاليا هو وزير التعليم، والشقر كان وزير حتى هو سابقا، دابا ما عرفتش من دابا واقيلا هو رجع في المعارضه، انا ما متبعش هاد المسائل هادي السياسيه، لانها لعبه ديما تتعاود كل مره تيبدلوا البيادق،
يدوز بيضاق يرجع لاخر بلاصته واحد في المعارضة باش تستمر اللعبة. فالمهم المهداوي كانت عنده الشجاعة والجرأة باش يهاجم الشجر وهو من هو يعني محامي كمهنة ونائب برلماني ووزير سابق، ولم تكن له الجرأة أنه يتكلم على ميسا وتجاوز عليها رغم أنه قالت الصحفي الكلاب وهو صحفي وشربها بجغيمة ديال الماء وقال ماشي مشكل. وهذا شاكب بالمساح حتى هو اختار أن اختار هذه البنت هذه اللي تتهضر بهذه الطريقة، هذا العانس الديناصورة تتسب في كل شيء، واختارها هي اللي تشرف على النموذج التنموي. شنو غادي نورمالمون خصها تحيد صافي منين خرجت ديك الفيديو تتسب خصها تحيد. المعيار شنو هو المعيار باش خديتي ميسا مشرف على النموذج التنموي؟ المعيار انها امرأة، هذا هو المعيار اللي خصكم تفهموه. اي بلوبيل خصو يفهم هاد المسائل انه راه ماشي بحال امام السلطة وامام، لان المجتمع تنسوا. شنو هو المعيار؟ ولكن كل شيء رجع واضح ومفهوم في هاد البلاد غير اللي بغى يتعامى. كل شيء ولا عارف البلاد باش خدامة، طريقة باش خدامة البلاد كل شيء ولا عارفها. واش بنادم حياته كاملة هو كيقول ما خصهاش تكون العنصرية في البلاد وما خصهاش تكون الحقرة وما خصهاش تكون المحسوبية وما خصش بنادم يتحقر في هاد البلاد ويكون هو أكبر حقار اللي هاد راجوش جالس كيسب في المغاربة بالدين والملة والجد؟ دابا عجبكم الحالات الشي اللي ولينا كنشوفو قدام عينينا؟ بنادم غير كتخالف معاه في الهضرة كيبلوكيك من صفحته، وماشي غير ميسا سلامة الناجي اللي كدير هادشي بزاف. هاد النقطة هادي تنأكدها حيت انا سبق لي يعني كنت دخلت للصفحة ديالها كتبت تعليق ما عجبهاش بلوكاتني مباشرة. فهي ما تسمحش لك انك تعارضها ولا تقول الرأي ديالك، يا اما توافقها يا اما تجري عليك تحيدك. واخيرا لكي اختم، التسامبوب ما بقاش يعني مقتصر غير في هذا في المجال الفني ولا في المواقع التواصل، يعني حتى تشوف حتى مشايخ ودعاة الا شفتي الشكل ديالهم ما شاء الله، ولكن ملي تيكون شي موضوع متعلق بالعلاقه بين الجنسين مثلا الحياه الزوجيه، فهو ملي تشوفو تيوجه الكلام للرجال يتكلم بخشونه وتبدي تيبقى يخيب سيفته ويخيب وجهه ويكشر على الانياب ديالو تيدير دوك لي غريماس باش تيتبحلس على العيالات بديك الطريقه وصافي. تيبقى يختار بعض المرات سيناريوهات هي اصلا ما كايناش في الواقع، ولا كانت في الواقع تتكون لاسباب وهو ما قادرش يتطرق على دوك الاسباب. تيقول لك مثلا الراجل علاش ملي تدخل الدار ما تضحكش مع مراتك وتجي وتلبس هذوك الحوايج، تيبقى المهم يختار هو كلام من عنده، والمفروض انه هي اللي خصها تستقبلوه، هي اللي خصها توجد ليه، وهي اللي خصها علاش؟ لانها هو موجد ديك الدار وموجد تيتفق عليها وكان في الخدمه، فبالتالي ملي يدخل الدار خصو يلاحظ الفرق وخصها يتقدم ديك المقابل ديال داك الشيء اللي هو عاطيها، عطاها مهر وعطاها مسكنها. وهذا ماشي باش ملي يجي عاوتاني يضحك، راه ملي يجي تستقبلو هي بطريقه مزيانه هو فبالتالي هو تيضحك وتيفرح معها. وما ديما تيمثلوا ان هذا الاسد اللي تتشوفوه فيه حنان مع الابوه، والرجل لا ما عندوش حنان مع المراه ديالو، تيمثلوا لك انه الراجل يعني شي وحش اكثر من هاد الوحوش اللي تنشوفوه. تخيلوا مثلا علاقة عاطفية ومودة ما بين الذئب والذئبة، وما تيبقاو منين يهضروا مع على الراجل تيردوه بدون عاطفة، وما يعني هو خشن وما تيعرفش يتعامل. وهادشي تيديروه يعني هاد المشايخ ديال النسوان تيديروها باش يتبحلسوا على العيالات ويتقربوا منهم، وهذا من الأسباب ديال التسنبوب. تجد مثلا في القضية ديال المهداوي تجد مثلا هو لديه علاقة جيدة مع زوجته ووقفت بجانبه لما كان في محنته وكان في السجن وكذا، فبالتالي فأنت يعني عنده هو تقديس لهذه المرأة، تشوف أي امرأة في المجتمع مثل زوجته، لأنه وكأنه مدين لجنسها، إذن فهو سيحارب ضد أي واحد
تيهضر على المراه بشي حاجه داك الشيء تتشوفوا كيفاش تيتجنب، لان المساله عاطفيا هو مبرمج انه خلاص هو مع في الدفاع على النساء في الدفاع على المراه، لانه عنده دين تجاه زوجته التي وقفت بجانبه. وكذلك هاد المشايخ وهادو تتلقاه بعض المرات تهاجم الرجال بسبب ماشي فقط بسبب زوجته والتقرب لها وإظهار المحبة ولكي يستقبل طلبات التعدد، بل كذلك بسبب أن لديه بنات، فهو ذلك العطف والحنان الذي يراه من البنت في المنزل، يعني هذيك تشوفها ودود وتأتي وتقبله وفيها حنان وهذا، ولا يجد ذلك في ابنه، فبالتالي يصبح لديه يعني تعاطف، ويرى أنه جميع البنات يعني لما يريد أن يتكلم على أي بنت في العالم تيشوف بحال تيشوف بنته. هذاك الشيء علاش تهاجم الأولاد، وهذاك الشيء علاش تلقاهم تيقولوا بأنه البنت حسن من الولد، لأنه غبي تيسحب ليه وأنه راه خصو الولد، خصو تا هو يكون في ديك المرتبة ديال الحنان، خصو تا هو يدخل يقبلو. لا، الولد راه تيخصو تكون فيه ديك الذكورية وديك الخشونة، لأنه هو اللي غادي يخرج للعالم، هو اللي غادي ربما غادي يسافر في شي دولة أجنبية. شنو انت بغيتي تصاوب لنا يعني وردة وتصيفطو يهاجر ويخدم وهذا؟ خصو يكون يعني خصو تكون عنده قوة، خصو تكون عنده خشونة. والبنت يجب أن تكون فيها ليونة وأنوثة، لأنها هي التي ستقابل الأطفال لكي تعرف كيف باش تعرف كيفاش تتعامل مع أولادها وكيفاش تقابل. فهاد الشيوخ يعني لما يجدون هذاك الحنان في بناتهم تيولي هو مع الجنس النسوي، فهمتي؟ هذا من بين الأسباب اللي تشوف شي واحد شي شيخ تهاجم، عرف بأنه هذاك الحنان اللي بينه وبين بنته هو اللي تيخليه أنه واقف مع الجنس النسوي. تيشوف اي واحد قال شي حاجه فهو كانه تيقولها على بنته، فبالتالي حتى يعني هو ما تيبقاش يتقبل انه بنته تقدر هي تكون فاسده. وهذا الشيء تنشوفوه يعني في ارض الواقع، تتلقى مثلا يعني المدينه كلها عارفه بان بنت داك الشيخ يعني تفسد وكذا وكذا وكذا، الا هو يراها كالملاك، ما يتقبلش هو انه واخا تدخل يعني عريانه من الزنقه فهو يراها يعني باقا صغيره وما تعرف دير والو، وانتم اللي وحوش انتم اللي. اذا فهذه من الاسباب اللي تتخلي بنادم يتسبب، بالاضافه للاشياء الاخرى اللي قلت في الفيديو. والنتيجه التي سنحصل عليها من مور هاد التسبب، وهي هاد المخلوقه اللي تنشوفوا دابا يعني مفتخره براسها لواحد الدرجه، فيها واحد التعاظم وكبرياء وأنثى وكذا، لأنها تتشوف أن هاد المتسببين وخا تيقولوا مثلا المهداوي تيقول نصف المجتمع، فهو ملي تتشوف على أرض الواقع فهو تيشوفها أكثر من نصف المجتمع، تيشوفها هي ماشي بالمساواة، تيشوفها هي أعلى من الرجل. داكشي علاش هي ملي تدير شي حاجة ما تتعاملش معها كما تتعامل مع الرجل، تتعامل معها بمعايير اخرى. فاين هي المساواه؟ هي عايرات كسكتي ودوزتيها، فين هي المساواه ديالك؟ فبالتالي هي تتعاظم المراه، ولا تتعاظم تشوف راسها تقريبا مؤلهة، يعني بحال شي خصكم تعاملوني بحال شي طفل، مت يعني الا درت شي حاجه خايبه ما نتعاقبش، ولكن الحقوق ناخذ الحقوق اكثر من الرجال. وهذا الشيء على اللي خلاهم ولاو تيقولوا بألف رجل. شوف حتى يعني ملي بغات تعطي راسها هذا الوصف هذا ما قالتش بألف ذكر، قالت بألف رجل. حتى ذاك يعني ذاك الرجل اللي هي تتوصفه ملي تبغي توصف لك الرجل الحقيقي، شوف شحال من حاجه تتقول فيه، تقول لك لا هذا ماشي ذكر، هذاك الرجل ضربات شوف ألف. واش فهمتي القضيه كي دايره؟ ماشي بألف ذكر. هذاك الرجل اللي هي تتبقى توصف فيه تقول الرجل الحقيقي هو اللي كذا كذا كذا، هي مثلا ملي تدير شي حاجه تكون خدامه غير في شي تتسربايه في شي قهوه، تتقول لك هي بألف رجل، تدير شي حاجه عاديه بألف رجل.
ايوا انت فهمتي الفيلم كي داير. وشكرا على المتابعة والسلام.